السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير يا أهل الخير، يا مرحبا، اللهم صل على نبينا محمد. خليني أقول لكم رؤية واحد من الشباب يرى في منامه إنه يهز بلسانه ثناياه، ها يهزهم كذلك بيده وخلاهم وقلعهم. طبعا أنا قد شرحت لكم معاني الأسنان في المنام وش تدل عليه، وكثير من الناس لين من راء الأسنان قال خلاص أتك، فإذا في شينة موت وكذا لا تعب لا تعلمني، بس قل لي خير أو شر كذا، يعني من طبع عند الناس. شرح هذا الرؤية والرموز أسنانه من هم في سنه يهزئهم بلسانه، ها يدل على أنه فعلا لسانه طويل عليهم، يهزئهم بلسانه. خذاهم وقرعهم تركهم، وفعلا في الحقيقة وقع هذا إنه تركهم والعصاري معشيهم بس.